وهذا الأمر المحصلة المؤسف. دكتور دائما سيناريو مكرر، المنقذ للمنتخب الوطني هو أيمن حسين. نعم، احنا نقول الحمد لله على وجوده اليوم، وانا اعتقد هو اليوم ضحى تضحية كبيرة. شاهدناه في المباراة يعني يتألم، كل ما اجت الكاميرا عليه كان يمسك ب يعني بطنه وموقع الألم اللي أصابه. ان شاء الله الحمد لله على سلامته وعافيته، ولو هو مخرج يعني مصابا ان شاء الله ما تكون الإصابة متفاقمة، لأنه وجوده مهم، وجوده معنويا مهم يعني قبل أن يكون فنيا. لكن الموضوع هي مو فقط أيمن، احنا يفترض عندنا أوراق رابحة. اليوم الأوراق الرابحة اللي عولنا عليها كثيرا في هكذا مباراة ما ظهروا، يعني نتحدث أين هو علي جاسم؟ أين هو إبراهيم بايش؟ أين هو يوسف؟ اليوم يوسف لا، مو كل واحد من هذه الأسماء أريد أسألك عنهم، بس أوكي. تعتبر مشاركة أيمن حسين أساسي في ظل إصابته مجازفة اليوم؟ مجازفة وتضحية، تضحية. أنا أعتقد هو قيمة أيمن طبعا بوجوده، صراحة احنا كنا نتمنى انه الشوط الأول يكون أكثر سلاسة، خلينا نقول نخرج بنتيجة إيجابية، ممكن يجلس ويرتاح يعني لو النتيجة خلينا نقول هدفين أو ثلاثة. ترى المباراة كانت يعني في الشوط الأول منتخب فلسطيني غير موجود، ما عنده أي محاولة على الفريق العراقي، لكن الشوط الثاني تراجعنا مثل ما قال لك كابتن صفوان، تراجعنا احنا، واحنا اللي اعطيناهم، احنا سلمنا الملعب له، احنا سلمناه وتراجعنا غريب. وهاي عمليه الاضطراب لدى اللاعبين، لا في موضوع تسليم الكره، يعني وكانهم يخوضون مباراتهم الدوليه الاولى، غريب يعني. هذا انت ابسط شيء في كره القدم ان تمرر الكره الى زميل، تصنع الفراغ.